وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فقالوا لا الشيخ غلطان، اسمعوا وأطيعوا، صح آمنا بالله حديث الرسول، لكن ما هو لهذا. أجل لمن؟ نسمع حديث حذيفة يا أخوان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، شوف الصفة الأولى، ولا يستنون بسنتي، سنتي بعيدة جدا عنهم، ما لهم علاقة بسنتي ولا بهداي، وهدى الرسول إيش؟ القرآن والسنة. وسيقوم فيهم رجال، في أولئك الأئمة والحكام رجال، يقول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان. أنا أسألكم بالله، حكامنا وصلوا لهالمرحلة هذه؟ لا والله حرام، والله حرام. إذن لو الحاكم وصل إلى هذه المرحلة لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول: قلت يا رسول الله إن أدركني ذاك كيف أصنع؟ الله أكبر، عشان احنا نتعلم يا أخوان. يعني إذا كنت أنا حي وجاء هذا الوصف اللي تقوله في الحكام، ماذا أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. لا إله إلا الله، وهم يقولون اسمعوا وأطيعوا، ما هو لهذا؟ لمن كان مثل عمر. منين نجيب لك مثل عمر؟ وأنا قلت لهم يومها، قلت أن تصيروا مثل رعية عمر حتى الله يجيب لكم حاكم مثل عمر. أنتم الآن هل أنتم كالرعية الذين كانوا في زمن عمر؟ لا والله. إذن كيف تنشدون حاكما مثل عمر؟ الأصل عندنا في هذا كما تكون يولى عليكم. نعم، قال: تسمع وتطيع للأمير. شوف التفصيل، شوف الزيادة. قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم يا أخوان، الحديث في الصحيح. قلوب الشياطين جثمان إنس، ويأخذ مالك ويضرب ظهرك، ظالم من الدرجة الأولى، ومع ذلك اسمع وأطع.